رح نستعرض حالة فيها تراكب للأسنان والمريضة طلبت تعالج الأسنان بالفينيرز. مثل ما كنتم شايفين الأسنان متزاحمة شوي، فقررنا نجرب النتيجة المبدئية على نموذج شمعي. فصممنا هذا النموذج الشمعي بناء على الديجيتال سمايل ديزاين أو تصميم الابتسامة الرقمي اللي هو أعطانا الأبعاد المناسبة لوجه المريضة والأسنان. بعد هيك قدرنا نجرب الأسنان على وجه المريضة بشكل مؤقت قبل ما نلتزم بالعلاج أو قبل ما نبرد الأسنان، ومثل ما كنتم شايفين هون النتيجة النهائية كتير حلوة، وقررنا إنه نعتمدها من ناحية الطول والعرض والمقاسات ولحتى نوصل لنتيجة نهائية كتير قريبة ومتوقعة.